إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذني الله منها وإياكم. سورة هذا وكتاب كان الترغيب، صحيح الترغيب والترهيب، وكتاب آذو قالية وآذي آذو عجبا حالي وحان مري حديث ك ها هي وحان كو قبا قبا إني حديث ك ترسيقي سوية هاي أفرتن يسيدين مايا 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 سوق وكاماها وقري مرق عن سنتي فليس مني الله مستعان. ها هو حديثك عبد الله بن مسعود، حديثك ترسيجي سلحة يهي بانكوتشو كنا حلق عن حديثك أكو عليو حديثك اللحدانات. وعن عمر ابن زرارة، عمر ابن الزرارة قال وحيدي دل تاجي عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، وأنا أقص أنا كشاكين أي علمي، وأنا أقص أنا قصين أي أنا قصة ذاتك وكشاكين أي وحاني نكجري قفكو إنه سنة النبي كتجه أو بدعائي هو إنه ضدك وقشة كيا إني حلست هاي بحلس كل شيء كينا إسك أوكياني مرك الرواية دي دارمي أوريني منكي أهل بدعة ها إسوا أوري إسبحوه وهللوه أي نحلس كحريرني، لكن بلسك لا أو تفسير كا عن هينا عن سكوت دينو عن عمر ابن زرارة. عمر ابن زرارة أي وحي قال وقف وحي اسكيسو دول تاجي علي أنا جود كيجة عبد الله يعني ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود بيسكيسو دول تاجي، وأنا أنا جو أقص قصة ضد كوجا شكينا يا هذا القصة صحابتنا ضد ك قص مرت قصاصين تاهي قصوين كضد كوجا شكيا آد بالنبعين معناها مر والبضات كقصوين ككشكي قصص سنتري قصة تدكوي تعلي لأن قصص كده تعلي، لكن أنت بضان قصوين ك إن ضد كعاد قصة أون للرادسة هدو إن أتبين على القطاوي وبضانسة لأن قصة كانت كده صحيح معها ووحي من نقطة مركو عيري أنا قصينا يا أو قصة كشكينا يا يدتك وحي تعليهين قصص كعاد بيدتك وتعليني باو عايزين صوت تاجي وعايزين صوت تاجي بويري وعالم باي يقول غير هلا هذا وعايزين صوت تاجي بور عبد الله بن مسعود. فقال وحيقول يا عمر عمرو عمر بن زرارة لقد ابتدعت بدعة وحد سمايستي بدعو اياد ابورتي لقد ابتدعت واد سمايستي بدعة بدعو اياد لتمي شيء عصبة دين تكسو كرسي بدعة صوت ضلالة بادئة كباد إن بادئ معناها ضدك بادئينيس او امسي انك ادوغو لا هدا واد كهنون بضنتهي من محمد محمد يا أصحابه، أما أديك يا النبي محمد يا أصحابه دي سي كهنون بدن
oo warkan aad la timiyey qisooyinkan aad dadka uga sheekaynayso waaba wax diinaho aad nebi maxamed iyo saxaabadiisiina aanay soo marin oo cilmi dheeraad aad la timi falaqad ra'aytu falaqad wallaahi ayuu yidhi way cabdillaahi bn mascuud baynu qowlkan siinayna xalay camar maarata ibnu zuraara ayaynu maqaalkan dambe laakiin waxaynu ku laqbaynaynaa inuu cabdillaahi bn mascuud warkii wato falaqad xaqiiqe cabdillahi mascuud baa odhanaya wallaahi ra'aytu waan arkay hum dadkiiyo tafaraquu iga kala tegay canii xaggayga xataa iyo ra'aytu aan arkay makaani aniga goobtan joogayo maa fiihi axadun qofna aanu ku sugnayn limaada cabdillahi mascuud maxaa dadka uga kala tegay xaqaa lagu nacayaa markuu nebiga wixii uu ka ogyahay iyo xaqii iyo qur-aankii iyo axaadiistii iyo dadka calaamaadkii nebigu sheegay markuu ku arko hawaraac iyo qisadoonad ay yihiin wuxuu yidhi dadku waxay jecel yihiin buu ihi qisaska iyo balaayadaad uga sheekaynaysa iyo hawaraacidda laakiin waxaad ogaataa buu yidhi inay taasi bidca tahay amaad nebi maxamed ka hanuun badan tahay iyo saxaabadiisa kamana hanuun badnaan kara ee wuu u diidayaa qisaskan iyo hawadani wuxuu yidhi qisaska iyo hawada markaan iska daayey ee aan anigu xaqa ku sugnaaday haddaan cabdillaahi ibnu mascuud ahay ila waa saxaabigii rasuulkii weynaaye dadku way iga kala tageen buu yidhi maxaa yeelay ilaa aan arkay anoo keligay cidla taagan laana dadku markaad baadilkooda la maaratay aada la dabaalan weydo way kaa tegayaan waa runtii ila kitaabku wuxuu ahaa waxa qofku hadduu sunnada nebiga ka tago oo hawada dadka raaco maxaa ku dhacaya dadku hawaday doonayaan inaad la raacdo sunana ma rabaan cabdillahi wuxuu leeyahay war jooji qisooyinkan iyo waxaanoo diinta ilaahay ku sugnow dadkuba ha kaa tagee saas ba xadiisku noqonaya waayahay caa waxaynu ka bilaabaynaa atarqiibu fi lbadaa'ati in laysjeclaysiiyey fi lbadaa'ati in laga bilaabo khayrka fi lbadaa'ati in lagu bilaabo bilkhayri khayrkii qofku inuu khayr ka bilaabo liyustanna si loogu daydo jeclaysi in laysjeclaysiiyey axaadiista rasuulka inuu qofku ka bilaabo bilkhayri khayrka inuu ka bilaabo liyustanna bihi si loo maaratay loogu daydo bihi isaga khayrka loogaga daydo iyo watarhiibi nactooyo laysnacsiiyey min albadaa'ati in laga bilaabo bisharri shar in lagu bilaabo waliciyaadu billaah khawfun iyadoo laga cabsi qabo an yustanna in lagaaga daydo bihi sharkaah yacnii maaratay fogaansho laga fogaanayo in bilowga sharkaba laga cararo si aan dadku aanay sharka kaaga dayan laakiin lagu bilaabo inaad khayrka bilowdo si khayrka lagaaga daydo ayuu maaratay axaadiista nina caawa aynu ka bilaabayna xadiiska 61aad can jariir radi allahu canhu jariirna cabdillaahi albajali qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahayn fii sadri nahaari maalinta gelinkeedii hore cinda rasuuliillaahi sal allahu alay wasalam ayaan rasuulkaanu la joognay oo fajaa'a waxaa u yimi rasuulka qowmun dad baa u yimi curaatun qaaqaawan oo mujtaabi nimaari goyaal sita goyaashaasoo intay dhexda ka dalooliyeen qoorta geliyey yacnii dad qaawan oo masaakiinahoo go-ii buu maartay intuu bartanka ka dalooliyey ka dhigtay iyo maro ka celisa dhaxanta marka go-ii buu intuu qoorta halkaa ka geliyey ayuu qaybna dhinacan mariyey qaybna dabadiisa mariyey waa kow mujtaabi nimaar iyo walcabaa bustayaashiina saasoo kaley ka yeeleen marka goyaal diilimale oo ay dalooliyeen ay qoorta gashadeen iyo walcabaa bustayaal ayay sitaan bustayaal macnaha dadka mutaqalladii suyuuf oo seefahoodii ku gaadhan seefahoodii jeeni qaaran ayaa yimi iyagoo seefahoodii jeeni qaaran waa kow caamatuhum badankoodu min mudar qabiilka mudar la yidhaabay ahaayeen bal iska daaya kulluhum dhammaantood min mudarin mudar bay ahaayeen fatamacara waxaa gadoomay oo isbedelay wajhu rasuulillaahi wejigii rasuulka sala allahu calayh wasalam lamaa sababtii buu isu gadiyey wejigiisu ra'aa uu ku arkay maa sheegii uu ku arkay bihim dadkaa ku sugnaa oo min alfaaqati iyo waxaa loo yaqaano foqor iyo darxumo
دتك وحي وكسوناي واركي دراديد بني بيجو تشيسو مروجودي أو تشيسو استوريي فدخل النبي جوا قالي مرتي جريه سيبو قالي ثم خرج هذا نواب بحي يعني مروجده دراديد فأمر وحو أمر بلال بلال بو أمري أو وحيد إنه آذان فأذن هو آذام بلال أو قام نبي جوا استاجي أو فصلى دتك بني تكيي ثم مركو دتك يسوع الرئيس لا دي لا تكذي بعد ثم خضب النبي جوا خطبي أو فقال النبي جوا حيري أيها الناس ضدوا اتقوا ربكم ربي إن كبغضا الذي خلقكم إلهي إن كابري من نفس واحدة نفقر ونبي الله آدنه إلى آخر كي يعني آية لقيقاره وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم إن الله كان عليكم رقيبا إلى الجعري إن الله كان عليكم رقيبا إلى يوحى هذه قوت كنا مدين داونية ولا يتلتي بأخري في الحشر يا محيها هي سورة الحشر يعني مرتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا وايهي واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد آيات كاسبو أخريي مرك وحو يري مركو آيات كاخريي نبيو تصدق و صدق استي رجل نبا صدق استي من ديناره دينار كسبو وحك صدق استي من درهمه درهم كسبو وحك صدق استي من ثوبه مردي سبو وحك صدق استي من ساع بره بركي دادكو اي هستين يا دقيق دي اي ساع في اي هستين كصدق استين من ساع تمره نين وحي تمره هستي ساعسي أيو سوس كسو صدقيستي حتى يقال حتى أيو قال أويله نبغ وار صدقيستا ولو بشق تمرة تمر شيء بها النقطة وار صدقيستا ورسول كويله وقال وحي يري مركا صحابي رسولك كورين يا حديثك فجاء وحايمي رجل نبا يمي ومن الأنصار أنصارة أيا يمي بسرة كيش بو ليمي كيش أيو ليمي كادت أي سكتي ها كفه gacantu ku siday culayskiisa daraadid kiishki gacantisu uu ku siday martay ay sigtay martay kafkiisu taajizu inay qaadi karo wada canha kiishki kiish wax culays ku jiraan nin walwaalayo oo kiishki marka la dhacdhacaya culayska daraadi oo martay gacantisi aad moodo inuu culayski aanu qaadi karin ayuu keenay taajizu canha bal iska daaye qad مو قادي كرينين إلا والله صو كفاي واكو بل قد عجزت قال وعولي معناها ثم تتابع عويس صورها راعين الناس ضدك صدقتي بحنيين حتى يرأيت أنا ركي كوميني لبكوس أو من طعام أنتم يلقطولي يوثياب ميل كلام مري يلقطولي لبتول وهل كان أنت يلقطولي هل كان مري يلقطولي إلا أنا ركي حتى يرأي صلى الله عليه وسلم وجي رسول كان اركيو يتهلل افتيمايا وجي نور كبحايو وجي سو نور جري كانه واحد وجي رسول كمودايساي ها مد مد مرتي مذهبه مد يعني سيده الذهب وكاتي مذهبه مد سيده الذهب كدلاليسا اياد وجي رسول كمودايساي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وفقال الساده رادد با وحو يري رسول الله رسول كيله وحوري صلى الله عليه وسلم من سنة من أحد كي سنة قفك جديدية في الإسلام إسلام لماذا قده هذا قفك جديدية سنة دري قفك جديدية أو حسنة وناكسا رسول كي باس سعيدي من سنة قفك جديدية في الإسلام إسلام لماذا سنة سنة قفك جديدية أو حسنة وناكسا فله كاسي وحليه أجرها سنة دي وجديدية أبال كيدي بوليهي واكو وهي فله أجرها بوليه ننكاسي وحو ليهي نبي وحو يري ننكا محانكو رضا جديه سنة وحو يري من سنة في الإسلام سنة حسنة فله وحو ليهي أجرها أبال كيدي بوليهي وأجر من مد أبال كي بوليهي عملكو عمل فلي بها سنة ذاك قديدي hata ajarki adu waad la timiyad sunnada ku jideysay waad leed wa ajru man mid ajarki tabiha sunnada min baadhi isaga ka gadaal sunnada u jideeyay qofka raacana waxa weey ajarkiisa ayu leeyay mar labaad
dadkii ku camal falanaa ajarkii ilaa hadaa u jideeyey ajar baa lagugu qoraya, jidayntiina ajar baa lagugu qoraya. Waa sax min kayri, iyada oo min kayri an yanqusa, iyadoon laga nusqaamin min ujuurihim ajaradooda shay shay. Adigaagii jideeyey iyo kuwa ku camal falayna ajarka loo qorayo, iyadoon ninna ajarkiisii laga nusqaamin, baad ajarkii adigu aad ku jidaysay iyo ajarka dadkan aad ugu jidaysay ku camal falaya, labada ajarba aad leedahay. Qof walbana ajarkiisii gaar baa loo siinaya ku camal falay. Saasay ka dhigantay min kayri an yanqusa min ujuurihim shay-un. Waman sanna, haddaba qofka jideeya fil islaami islaamnimada, sunnatan sunne oo sayi'atan xun, qofkii wuxuu jideeyey gaalnimo, ilxaad, ilaah nacayb, isqaawin, diin la-aan, maxaan ku dhahdaa maaratay fisqi baaba ayuu jideeyey. Maalin kasta wuxuu maxaan ku dhahaa la shirtigayaa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu necab yihiin. Waa ko kaana wuxuu ahaanaya calayhi kaa guudkiisa haa dembiga shayga uu jideeyey dadka uu baray ayuu horta dembigeedii helaya. Wa wisru man, maaratay dembigiisa loo qorayaa, camila ku camal falay biha shayga, ninkii kaga daydayna dembigiisa, ninkaa kaga dayday dembigu galay dembi lamida ayaa loogu qoraya laysagaa jideeyey. Min kayri an sayidoon laga nusqaamin min awsaarihim, qof kasta oo ku camal falay xumaantaa uu jideeyey shay un shay, iyadoon laga nusqaamin baa adiga jidayntii aad jidaysay iyo dayashadii lagaga dayday labadiiba lagu qoraya, kii kaaga daydayna dembigiisi baa gaar loogu qoraya. Marka khayrkii ajarku intaasiisu jiraan. Rawaahu muslim baa xadiiska wariyey, wanisaaiyu nisaai baa wariyey, wabnu maaja watirmidiyu biikhtisaar alqisa, iyadoo qisadu intan ka kooban. Qowluhu mujtaabi uu yidhi, wahuwa biljiimi saakin, jiinkii maxaan ku dhahdaa sukunta lahaa, uma taa ul maartay musanaat iyo taadii labada dhibcood lahayd marka la akhriyo, he wa bacdu lalifi, iyo alifkii maartay ka dambeysay, wa bacd lalifi baa, iyo baadii alifki ka dambeysay muwaxadada dhibcada dhibicda qura lahayd, he wanimaaru, nimaarku jamcu namira, waa go maartay ayaa jamcu namira weeye, ha jamcu namira weeye, wa hiya nimaar yani goyaal, waa jamac waayo namirada qudhi waa go qura, nimaarna waa goyaal. Wahiya iyaduna kisaa-un, waa go oo min suufin laga sameeyey dhogor, oo mukhadadin diilima leh, waa goyaal diilima leh oo dhogor laga sameeyey. Ay laabisin nimaar, waxay xidhnaayeen dadkani goyaal bay xidhnaayeen maaratay diilima leh ama maxaan ku dhahaa xariiqa leh oo dhogor laga sameeyey. Qad kharaquuha, way dalooliyeen fii ru'uusihim, madaxooda intay bartanka ka dalooliyeen go'ii bay madaxooda gashadeen, si cawradan dabadda ka muuqata iyo cawrada dabada ay maaratay ugu qariso dadkii horaa sidaa u samaysan jiray aflaantii Mareykanka ee hore iyo dadkii markii la matelayo. Go'aas bay qoorta intay bartanka ka dalooliyaan jirenmarkaasa go'a qeyb ka midana cawradan horey ku qarin jireen, qeyb ka midana cawrada dambe, saasay ka dhigan jireen. Waljawbu, jawbku alqadcu weyeen go'a inta la gooyo dabadna qofku uu qoorta geliyo. Lahu tamacara, wuu isbedelay, ay wahuwa bilcayn almuhmala, cayntii aan dhibcida lahayn almushadada ee la shaday, ay maaratay taqayara nabiga wejigiisii baa doorsoomay weye markuu nimankan arkay. Kaanahu waxaad moodaysay he mudhibatun, dahab oo kale ayaa wejigiisi u ekaaday markataysnaa lagu sadaqaystay, ay maaratay dabadahu barkood waxay dabdiyeen oy u qoreen bacdu lxufaad, xufaada qaarkood bidaal almuhmala, daalkii aan dhibicda lahayn, wahaa maaratay yahaadii oo madmuumatin la goday, mud maaratay ha mud hada maaratay wahaa ilmadmuuno mud maaratay mudhu in hada la godo haa ulmadmuuna, iyo wanuuni waayahay. Wadabadahu maaratay bacdun barkoodna waxay dabdiyeen bidaal almucjama, daalkii dhibicda lahaa, wa bifatxi lhaa-i iyo oo la yidhaahdo maaratay mad ha hadana la kordhabo madhab maaratay madhabatun, wa maaratay wa bifatxi lhaa-i iyo wa bacdiha baa-i muwaxada, wa huwa saxiixu lmashhuuru, tan dambaana mashhuura. Ka'annahu in maxaan ku dhahdaa
مذهبة لرادو مذهبة إلا يرادو أي صحيح هو صحيح المشهور ومعناه على كل تقديرين لبدا معنى البشر في الوجه وحام وغضي ظهور البشر وجه رسولك بشر كيسة يعني شر كيسة النبي وجه كيسة ظهور البشر بشرك أما حرق وجه رسولك بام وغضي مارتي في وجه وجه قروح بطي أو افتيمي حتى يستنار إلا ويفتيميو وأشرق ومارتي افتي كبحي على دوكلة من السرور فرحي ونبقى فرحي درادي والمذهبتنا ها أي صحيفة وحويان صحيفة أو منشقة بالذهب مذهبة مركة وحويان وحويان برير أو ذهب صحيفة محنكو هذا ذهب يرو مارتي صفيحة يرو منشقة بالذهب ذهب لقى صوت شيء حيوك له أيوة شيء سنقول يعني محنكو هذا قد عدها بقى مرتي صفي حدها بأوكله أي وجهي مرتي رسول كوي كاضي أو قروح بدن بكدي أنت أو مرتي ورقة أما ورقضو من قرداس ورقد محنكو هذا قرداس ورقد لقسم يجيت كم من قرداس هي مدلية لقول محنكو هذا دوبي بذهب سيدي ورقد ذهب أوكله مرتي ورقد ذهب مرتي لقولن شيء بوجهي سي رسولك قروح دي سيو كاضي أي صفه نبي وحو صفين يا أي مرتي حسنه وجه رسولك قروح دي سيئه وتلألأه افتينك وافتيما يو أيوم بصفين يا حديثك ساحبها حديثك اللي بيه الحدنات وحسن درجة ديس وعن حذيفة رضي الله عنه حذيفة لقوري قالين ويدي سألوا ويدي حديثك هو حسن وإيه لكن حديثك دمي وصحيح حذيفة سألوا ويدي رجل نبا ويدي على عهد رسول الله عهد رسولك صلى الله عليه وسلم أيا نبا ويدي سأل رجل على عهد رسول الله حل رسولك عهد رسولك بان نبا سؤال رسولك ويدي وفامسك القوم قوم كبا آمصي ثم إن رجلا ثم دبدنا إن رجلا نبا أعضاه وحسيي وفاعدا دتكن فاعدا ويبحيين القوم قوم كنا حبي بحيان معناها محل وجدة نبى عهد رسولك أنتو كعي لبعتي سنة وصدق دنيا بعدتك وحويديستي مركو دتك وحويديستين عيادتك بقى فامسك القوم قوم كي وحمام ما يسينين نكيد دتك وحويديستي عهد رسولك رسولك هو مغلية وعلى جاء عامصة نكيد وحب الله ما يسينين ثم ضبط أن نبى أنتو يحيين رجلا با عداه نبا انتو غرغي سي غلاي نينكي و خوكيناي او فاعدا نينكينا waxay ku daydeen markii ninkii loo arkay ninkii wax siiyay با فاعدا way siiyeen القوم dadkii kale markii daydeeno yiri wax bay siiyeen فقال الرسول كبا وحو يري marka صلى الله عليه وسلم انتو حالدي ka faa'ideeyay با رسولku wuxuu yiri man sanna khayran ninka jideeyay khayr lagaga daydo bihi khayrka sida ninkani baa uu ninkii wax la siin waayay intu wax siiyay dadkina ay kaga dadeenay wax siiyeen ninkii intu khayr jideeyay fastuna lagaga daydo bihi khayrka kana waxa uu sugnaday lahu ninka ajruhu yani jideynta khayrka uu jideeyay ajr buu ku yeelanaya wa mithlu ujuri waxa kale uu yeelanaya ajrka yani mithlu ujuri ujur marte abaalka dadkii kaga dayday mid lamida man cidi تبعه أجر كاكو راعدي عمل كاو سميك قد يتينا أجر كودي أجر لمدنا والا سينيا ومثل أجور من مد أجر كودي مد لمدنا والا سينيا تبعه سيك قد يتي أو كو راعدي غير منتقص يدون لغا نسخام من أجورهم أجور شيئا كوي كقد يدي يساق يدون منا وحبا لغا نسخام أيا كان خير كسميي خير كي والا سينيا داتكي كقد يدي خير كي درادو لو قد يدينا والا سينيا كوي كغد ديدينا اجر لما استرن بالسينيا مدنا يغون نس ما لغا نسقامين منتقص من اجورهم اجوركو ديدنا لغا نسقامين شينا شيء عشينا اي ومن احد كي سن جديه قفك جديه شرا شر او فستنا لغا ديدو به شركا عيد انتي شر جديسو شركا لغا ديدو عليه قوت كيسا وزره
dembiga uu jideeyay horta isaga maraya wa mithlu awzaari man dunuubta ay man tabicahu waxa uu jideeyey dadkii ku camal falay oo dhan ee isaga kaga daydayna dunuubtoodii isagana waa loo qoraya iyagana waa loo qoraya gayra muntaqasin iyadoon laga nusqaamin min awsaarihim dunuubtii isagutii uu ku jideeyey iyo sababtii loogaga dayday laba iyo kuwii kaga dayday saddex mid quras waxaa soo dunuubana iyadoon midda waxba laga nusqaamin shay aan shayna walciyaadu billaah rawaahu axmed baa xadiiska wariyey iyo walxaakimu waqaala saxiixu lisnaad xadiistan maxay inoo sheegayaan qofku inuu maaratay uu fiiriyo wuxuu samaynayo wuxuu ku hadlaayo ma shar buu wadaa mise khayr buu wadaa haddaad khayr waddo bushaarayso adiga iyo ciddii kaaga daydayba haddaad shar waddo sharkaad uu ku cabashiiyo kuwa kaaga daydayba shar baa lagu qoraya walciyaadu billaah xadiiska saddex iyo lixdanaad isna waa saxiix weeye maaratay rawaahu ibnu maaja min xadiisi abi hurayra xadiiskaa hore axmed baa wariyey xaakim waqaala saxiixu lisnaad xadiiska saddex iyo lixdanaadna rawaahu ibnu maaja min xadiisi abi hurayra horeynu usoo maray maaratay xadiiska saddex iyo lixdanaad waayahay oo maaratay imaam muslim baa soo saaray waanu inoo iman doonaa insha allah kitaab lcilmi buu inoogu iman doonaa waayo xadiiska afar iyo lixdanaad wacan ibnu mascuud radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay slam ibnu mascuud wuxuu nebiga ka wariyey qaali inuu nebigu yidhi laysa ma ahaanin min nafsi naf oo tuqtalu nebigu wuxuu ihi laysa may ahaanin min nafsi nafi may ahaanin nafta oo tuqtalu la dilaayo dulman dulmi lagu dilay naf dulmi laguma dilo ilaa haddii naf dulmi lagu dilo kaana waxa ahaanaya cala bni aadam ina aadankii weli ugu horreeyey kiflun ayaa qeyb ku yeelanaya markii nebiyullaahi aadam inamada dhalay waxaa isdilay qaabiil iyo haabiil marka qaabiil baa muxuu dilay haabiil markay sanad kasta xawaa waxay dhali jirtay mataano wiil iyo gabar mataanaa bay dhali jirtay marka wiilka iyo gabadha mataani ismay geyi jirin gabadha waxaa guursan jiray da-dii ka horreysay ama da-dii ka dambeysay oo wiilkii caloosha maaratay qof kale ku mataansanaa wiilkaa gabadha iyada ku mataansanna gabadha ama mataan ka dambeysay buu guursan jiray marka waxaa la yidhi qaabiil ayaa wuxuu doonay gabadhii ku mataansanayd inuu guursado xaaraanna way ka ahayd oo walaashii oo mataanay ahaayeen marka aadanna wa u dido wuxuu yidhi qaabiilow inantan aa isku mataanaa tihiin ma geydid oo da-dii kala ah marka haabiil baa sidaa maaratay inantii loo siiyo guursaday arrintaa daraaddeed buu dilay intaanu dilinna aadam ayaa labadoodaba wuxuu yidhi ilaahay u dhowaada oo kii qurbaankiisa la aqbalo ayaa hagaagsan marka ninna beeraley buu ahaa ninna xoolo dhaqatu ahaa qaabiilkan wax dili doonaa beer tii buu kasoo guray sabuul haabiille arigii buu neef adhiga ka keena kadibna ilaahay wuxuu aqbalay sadaqadii haabiilo naar baa timi oo neefkii qaadatay deedna aadan baa ku yidhi wiilkiisii sadaqadii waxaa la aqbalay haabiil waana sidii xaqu ahaa waana nebi aadam waxyigiina waan kuu sheegay halkaa ka bax oo ilaahay u toobadkeen wuu diiday shaydaan baa ka haystay walaalkii buu dilay marka dilka ayaa jideeyey waxaa jideeyey qaabiil baa jideeyey lidaalika baa rasuulku wuxuu yidhi laysa ma ahaanin min nafsi nafi ma ahaanin naftoo tuqtalu la dilaayo dulman dulmi lagu dilaayo ilaa kaana waxaa ahaaday cala bni aadam aadam ina aadankii al awali ugu horreeyey oo qaabiil odhan jiray kiflun qeyb buu dembigaa ku leeyahay maxaa yeelay min damiha dhiiggeeda qeyb ayuu ku leeyahay liannahu maxaa yeelay awalu man mid buu ahaa kii ugu horreeyey ee sanna jideeya alqatla dilka marka nebiyullaahi aadam wiilkiisii dilka bilaabay ilaa qiyaamu saaca wixii dil adduunka ka dhaca ila isagaa sunnadaa jideeyey dilkiisii waa loo qoraya walciyaadu billaah rawahu albukhaariya wa muslim iyo wa tirmidiy xadiiska shan iyo lixdanaad وعن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم واثلة بن الأصقع بحنا بكوري قال إنه يلي
من سن قفك جديه سنه حسنه سنه وناكسن قفك جديه فله اجرها ابالكيد ليهي مارته فله اجرها فله وليهي اجرها ابالكيد ليهي ما عمل انت لو عمل فليو بها سنه في حياته انت نول يهي وناغا وجيه او دن حياتديسا اجر كيسي با وسوده في حياتي انت نول يهي او دن اي لو عمل فلايو واجر با وسوده مركو دينتنا اجر با وسوده حتى يو تدرك الا لغا تغو وايهي اي ومن سن قفك جديه سنه سنه او سيئه حن فعليه اسمها انت نول يهي او دن دنبغي او كجديه با غودكيس اهانيا حتى يتو ninkii dhinta muraabidan isagoo ilaalinaya dulkooda isagoo ilaalinaya muraabidka waxa la waa qofka muslimiinta cadawga ka ilaalinaya hortaagan ee habeenno dhon soo jeeda waman ma ta qofkii dhinta muraabidan isagoo muslimiinta dhigooda iyo xoolahooda ilaalinaya cadawga ka ilaalinaya jarallahu waxa martay jara uu socdaa calihi guudkiisa amal ka waardiyeynimada ay muslimiinta dhigooda uu ilaalinayo maalkooda ayaa u socda hatta ay yubcasa la soo saaro yoomal qiyaamada maalinta qiyaame hadiskuna waa martay saynu sheegney waxa weeyaan waa hadis martay xasana oo maxaan ku raa martay hadana saxiix labadaba waaye rawahu hadiskan waxa wariyay tabarani fi al-kabiri bi isnad bu ku wariyayo la ba'sa bihi an wa habasa lahayn ayuu ku wariyay waaye hadiska lixiya lixdanaad hadiska lixiya lixdan وحسن لغيري وحسن لغيري يعني طرق ضعيف وكسور لكن مركو يسوتغو حسن بو نغنيا غير كيه امرت حسن بو نغنيا درجهيسو عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي بو خيري ان هذا الخير خير كان دينته خزائن كان دينته الهي انسي الخزائن ان هذا الخير خير كان خزائن وخسنده وايهي ولا تلك الخزائن ولا تلك الخزائن خزائن تاس ليدنسينا مفاتيح خسنت كستو الهي خير يدن كبوحينا ها ولا تلك الخزائن خزائن تا خير يدن كبوحانا مفاتيح مفاتيح بلاد مفتاح لوفره فضوبا وحوناق اسقناضي فضوبا وحوناق اسقناضي لعبد اذن أدونك أجعله كيله هو أدونك الله الله كيلي عز إلهي عزيز نقي هو جل ويناي أدون إلهي كيلي مفتاحا كل غفر لها للخير خيرك أدونك إلهي كيلي مت خيرك الغفر أدونك سوانا قسونا فطوبى لعبد جعله الله وحا وانا قسونا أدونك إلهي كيلي عز وجل مفتاحا للخير أدونك إلهي ومفتاحي خيرك اللي قفر أيي صدقة وناقة وعدة دينتا حمانة الريبي ديدا دادك يسوكيني ديدا ومده شسين تيدا صدقة ديدا قفك إلهي وخير كردي جاي دادك كاسا مارت إلهي مارت أبشاري الضوبة جيدك الضوبة لرأي تشنة كوية لإلهي سينيا مخلاقا كإلهي وقردي جاي أدونك إلهي كردي جاي كي اللي قحر أيي لشر شرك خير كان وفر أيي شركنا وحرية أدون كاسبا مارتي نصيب ضوبة مارتي جنة إلهي سينية وويل هو حوصو نادي لعبد أدون جعل أوكي له أدون كا الله قال له أوكي لي مفتاح مدول مفتاح أوكي لي لشر أدون كا قال له أوكي لي كاسا هو حوصو نادي مقلاقا كو أدون كا إلهي أوكي لي كيل وحرية للخير أدونك إلهي وكدي مفتاح شر كودن لغو فرو خير كودن لغو حرو كاسنا ويل يهوك باوسونا دي داتكونا وابالله بدا نوع داتكونا وابالله بدا نوع رواه ابن ماجه بحديث كوري ولفت الله ابن ماجه اسكالي وابن أبي عاصم با اسكالي وفي سنده لين يعني تلاع با كسوغن سيقو بقصته طويل أيو مارتي حديث كو ترميدي كسوغن يهي هل كان نوحو كقالي شيخو كتاب العلمي كتاب كي كسوكنا مع علمي الترقيب شعليسين ليس شعليسي في العلم علمي إيا وطلبه إن علمي لطلبه إيا وتعلمه إن لبرته
يو تعليمه دت كين لبره يو ما جاء وحي كيمي مرت تعليسين ليست تعليسيو في فضل العلماء علماء فضل جودي يو المتعلمين كوا وحبرنا يا علمي جبرنا يا أرضي ذا فضل جودي أيها هل كان إنه كجود جلينا حديث كوره يا وسديدي لحدا تدبي لحدا وأنا صحيح عن معاوية رضي الله عنه معاوية أبي سفيان قال وحده قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله قفك الله ولدون به كاه خيرا أحد كلاهي وخير لدونه يفقه الله وحو فهنسيا في دين دينته خير إلهي مكردونه إلهي دينته كفهنسينية شر إلهي مكردونه دينته اللعلو بسه إلهي أليسيا إلهي دينته فهنسي قفك إلهي نعبيسيا دينته إيو إلهي يرسوشي شربوا على لدون حديث كبخاري مسلم باوريي يبن ماجه إن إمرت إن ماجه أي ودوري حديث كاس ورواه حديث كوا حوري طبراني في الكبير أي كسر صار ولفته وحها سمعته عن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إسقوا له معاوية ورنايا حديث كنا وحسن لغيري رواية ضمبة يا أيها الناس دلو رسول كله عن مغلبود إنما العلم علم جوحهم بو هذا بالتعلم برشو إنما قارنا مرتك سو صار سي عيسى واكو والفقه فقه يا فهم كدينتنا وحن بو هذا بالتفقه ان دينت لا فهمه الله اكبر ومن يريد الله نكو الله لا دونا به اسغبا ها خيرا قفكو الله خير ولا دوننا الهي محسبيا يفقه الله وحو فانسيا في دين دينت وانما يخشى الله وحن با الله كبقضة وإنما يخشى الله وحن با الله كبقضة من عباده أدو مدي سمحي العلماء أدو أين با الله كبقضة إنما يخشى الله وحن با الله كبقضة من عباده أدو مدي سمحي أين با الله كبقضة وفي سناده سنة كيسا وحا كسوا راوين لم يسمى راوين لم يقعابين واكو وايهي لكن حديثك وحول علامة الألباني له طرق وشواهد طرق بدنية شواهد بحديثك إليهي مرت تقويه مرت حجنسة فانظر سلسلة حديث صحيحة في ريبويلي نمبر كصدح بقوليو صدح يا فرتن مرك حديثك مرت علامة الألباني بحلقة كتسيحيي حديثك تطبيق وايهي عن حذيفة ابن يمان رضي الله عنهما سيدي أبي بكر عليك هذا الصحابة هاينة قال وحيلي قال الرسول كوحولي صلى الله عليه وسلم فضل العلم علم فضل جيس خير فضل علم يا خير كخير بدن من فضل العبادة عبادة خير كذا فضل علم يا كخير بدن من فضل العبادة عبادة فضل علم عن وخير دينكم دينتينا نوحا وخير بدن الورع قفك حاران تسكيل عليا ورع حيابا حاران تقفك اسكيل عليا أي دينتنا وفعا وخير دينكم الورع حديثنا وصحيح لغيره درغي السمرك اللي سجيه حافظ ابن عبد البر باوح وكسو ساري بيان جامع المحنك مارتي بيان مارتي فضل محان كورا مارتي كتاب كيس الله إلى هذا جامع المحان كورا مارتي بيان الفضل العلم أحاديث كسا أبسان علم جي فضل جود كتاب كوكو عدي بو دروغ ده حديث كان آد وكو رمي شيخ خاص حافظ مارتي ابن عبد البر رواه الدبراني بحديث كوريه في الأوصدي والبزار بزار نبي السند حسب بكسو ساري علامة الباني حديث كان وصحيح لغيره بويلي فصل حديثك تضباطني يسقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثك وصحيح حديثك قال قال رسولك وحر صلى الله عليه وسلم من نفس قفك يعني من نفس قفك كفض ذي عن مؤمن مؤمن قفك كفض ذي كربة لباته أو من كرب الدنيا لباته إنك دونك ولا لك يوم مصنبع لباته أتمي من نفس قفك كخفيفية مارتي
نفس مرت كسية عن مؤمن مؤمن كربة لباتو أو من كرب الدنيا لباتوين كالدنيا ده نفس الله إلهي باك خفيفيوك مرتي يعني مرتي نفس مرتي كسية عن حقيس كربة لباتو أو من كرب يوم القيامة ما أنت قيامة كربوين كتتك هايستا بقول لك حاجة فضينا يا قف ولا لك يوم مسلمة أما قبر ولا شيء يوم مسلمة ده وأدون كان لباتي سنة ده دبكي لقعدته أو كلاقيب قعدته كخفيفيسو أو دحوروسيسو و عافيمات و وحي مرتي دبكا هايستا مركا اد لقيبتته ما انت قيامه الله و خو كبلن قاداي ان دباتوينكا كو هايستا قيامه الله ينو كاغا فيدو يوم القيامه ومن ستر قفك استرا مسلما قف مسلما ستره الله الهي با استرا في دنيا الدنيا دي والاخره اخره ومن قف افضيا على معسر قف دين لو هايستو او كعي ومن يسر قفك كفضية على معسر متك عي والعقتي أدونك كردما تيو فقير نقضي قفك كفضية يسر الله إلهي با كفضية عليه قوت كيسة في الدنيا الدنيا دا يو الآخر آخر با هداد ورالك انتو كعي حوله اي كبابين أدمارت نفقدي يرهيركي وحلبة أد كفضيسو إلهي با آخر يدونك كفضين والله إلهي في عون العبد أدونك كلمة دي سأيو الله كسونا ذي ما كان العبد أنت أدونك كسون يهي في عون أخيه ولا لك كلمة دي قفك الصوم مسلمة أو مسلمين تلبكوا ذو تاجن إلهي بقى السجن يسوا تاجية والله في عون العبد إلهي كلمة ذا أدونك أيو كجرا أما أدونته ما كان العبد أنت أدونك أما أدونته في عون أخيه ولا لك كلمة دي سو كسون يهي ومن سلك قفك الصعدة طريقا طريق طريقة صو يلتمس وكذا البايو فيه طريقة جديسة علما قفك الطريق مرو علم كذا البايو سهل الله اللي وحوج سهل الله كا به طريقة ومري سهل الله اللي وحوج سهل له يسقى سهل الله اللي وحوج سهل له يسقى وحوج سهل به طريقة ومري طريقا بل لوج سهل طريقة صو إلى الجنة جنة وكجارو قفك الطريقة علم جمرخ طريقة علم جي ومريو إلهي الدريق جنة أيكو قرسينية سهل الله به إلهي وحكو سهل يا له كا به دريق علم وحكو سهل يا دريقا دريقا إلى الجنة جنة كجلية وما اجتمع اسقمي مادان قوم قوم اسقمي مادان في بيت قر اسقمي مادان من بيوت الله قريها إلهي قوم قر اسقمي مادان قريها إلهي كمدة قوم كويتلون آخرية كتاب الله مركي قريها إلهي سوي من أيام إلهي كتاب كيسي سو آخر أيام ويتدارسونه إلهي كتاب كيسي سو دراسين أيام سينو مكوي سو دراسينين حلقة وحين تشوقنا مساجد إمام البخاري مساجد كي يجي مارتي حسن تركيسي من تشوقه كان هو حفيز كي لما يمساجد اللهم استعان وحين آخر سنة أنا إلهي الدين تيسي محاد عاية بلو فرصو قوم استقومي مدان قري قريها إلهي يجوا آخر يا إلهي كتاب كيسة ويتدارسونه يسدر سينا بينهم الحدود إلا حفظهم الملائكة ملائكة أيها هرير ما يقام ملائكة إلهي إنه صدر يا تريد إن ير هفير وحين قع أنت كواي نفير إلهي وحويد سلنا إخلاص إيمان وارساق حفظهم الملائكة ملائكة هريرها مرت قارك قبطة ونزلت عليهم وحقود كود كسود دكتة السكينة حسلوني قف كبرك لا يدين تسير جسنا وحسلوني حسلوني بكسود جسا وغشيتهم وحدبوا ليس الرحمة حريص لها يحدبوا ليس وذكرهم الله ألا وحك حصيا في من عد عند وقت ستالي ملائكتا أكتيسة جوكتا بورنا يا بل إيغا أدوما هيغا إلهي أنيغا يدين تيدي إساغا شاكينا يا بل إيغا ومن بدأ أبو رسول كويني قفكا أو دبر ديغو به إساغا عمله قفكا عمل كيس أو دبر ديغو ها لم يسرع مدد دجيو به نينكا نسبه نسب كيس قفكا دو عمل إلهي درتي أوليما
او قف خبيث او حن او شيطان راع او نقضه قبيل كا وكدشاي الهي اكتي سو دوين ما دجيبي كا نسب ونسب كيس الله اكبر حديث كان امام مسلم با سو ساري وكو ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حمام وابن حبان في صحيح والحاكم وقال وحول صحيح على شردهما بخاري مسلم بالرجاشة كجر سنة كمارة الوصو ساري بويلي حديث كتضباطنات وعن أبي الدرداء عويمر بالورجري أبي الدرداء رضي الله عنه قال وحول سمعت وحن كم غلي رسول الله رسول كله من كم غلي أو يقول له أبي الدرداء بسايري من سلك قف كمرة طريقا طريق يلتمس وكد البايو فيه علما طريق قفك طريق علمي وكد البايو قفك مرة سهل الله له وحوق سهل له كا طريقا طريق وحوق سهل الى الجنه جنده وكوك له وان الملائكه ملائكته لا تضع ويدغي اجنحتها بالشيده اي يدغي لطالب العلم قفك علمي قد البايا ملائكته قربه دي اسو دادجيسا وسو رارعيسا ماركاي ارغتو لطالب العلم قفك علمي قد البايا ومحيسا وسبين إذن بما يصنعه وحي رالي كتاي قف كان علمك دوني يوحو دالبايو وإن العالم ننك عالم كأه إلهي ددك دينتي سيلهي براي دينتي إلهي قرانيا لا يستغفر وحد دمدافو إيدي الله يساك كا عالم كأه من بامارت دمدافو إيدي في السماوات السماوات كسوغن يوما في الأرض عدة أرلضة كسوغن حتى الحيتان حتى كلون كجرة محان كورا مارت في الماء بيها أي إلهي ما ارتد مدافو ويدية وفضل العالم منك عالمك فضل جيسو على العابد قف كيسقو إلهي كلجي عابدة إن علم جلهين ها فضل جيسو سدو يعني منك عالمك سدو جف فضل بدنيا هاي قف كعامدة هاي سك عابد كأه ها وكفضل القمر سد ضيح وجف فضل بدنيا هاي على سائر الكواكب حدقها يرير ضيح سد حدقها كلو جوين يهاي بانك عالمكينا دتك عمدة أه مرت إلهي عابد يوليبه وقفت لي بدن يحي صدق يحي حديقه كل سويهين ويهي وإن العلماء كوا علماء أه إلهي علم جسيي ورثة الأنبياء وحي دحلان أنبياء ذي دحلان علم جا أنبياء ذي دحلان إن الأنبياء أنبياء لم يورثوا لجمع دحلين دينار دينار لجمع دحين ولا درهم درهم دينار والله منه على عكتك مثل لجمع دحلين إنما ورثوا وحن با أنبياء لقد دحلي العلم علم با لقد دحلي فمن أخذه قفك قاتي علم جا وحك قاتي أخذ وح قاتي بحظ ليف وافر وين قف قفك ومرك أنبياء علم جا دحلي بله وقد لو يهي أو جنة مارتي خيرك مارتي ومارتي وكشرة وحسن لغير حديث كنا دوق يسمرك الله صو أروريه حسن لغير بنغني حديثك كتاب العلم الكشرة رواه أبي داود بحديث كوريه يو الترمذي وابن ماجه وابن حبان بس صوص عليه وقال الترمذي ترمذي وحيني لا يعرف مارت لما يقانه من حديث عاصم ابن الرجاء ابن حيوه وليس اسناده سند كيسنا ما موهن مارت عندي بمتصل انا قد اكتي دوح المتصل حديث مارت سند كيس كماها وانما يروى عن عن عاصم بالورياه وحن بالورياه عن عاصم ابن الرجاء ابن حيوه عن داود بن جميل أيو كوريا عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح كاسانا صحيح نبدا بول الترمذي قال المرتي قال المرتي مملي رحمه الله شيخ مرتي مملي اللي راهضه رحمه الله وحيدي ومن هذه الطريق ومن هذه كان الطريق طريقا رواه حوري أبي داود وابن ماجه وابن حبان في صحيح بكوري والبيهقي في شعب الإمام بكوري وغيرها وقد روي وغيرها بمرتي مرتي وريي وقد روي وحلق وريي عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عنه وعن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عنه قال وحي البخاري وهذا أصح كم بان صحيح نبدا وروي غير ذلك انت إذا هن ولق وريي وقد اختلف في هذا الحديث حديث كم ولا سكو خلافي اختلافا وكثيرا بدا ذكرت وانكو شيغي بعده خلاف كابركي في مختصر للسنن كتاب كالسنن كاللو مارتي مختصر للسنن ايان مارتي كو ايان كو شيغي
حديث كصدح كنا في ربغوليو أفر يسقاشن أي شيء ده حديث كمارتي عنده حافظ إنه عبد البر بس حديث كان شيء في جامع البيان العلم كل شيء مارتي دروغ ديسه وأضال فيه قف كي دوني يهرج أبو الشيخ حديث كنا مدار كيس وحكوري يا داود بن جميل عن كثير بن قيس وهما مجهولان لو ظن با جهل با كسكن لكن علامة الباني وحوري أخرجه حديث وحصص رأي أبي داود من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن وصوت الشيخ وقرد جاي درجة حديث كمحان كل هذا وحكمي حسن لغيره ها هي وحكمي ساسوي وعيري أيام كو مرتي وبسطت مرتي وانكو بستيي وكبل بلاريي في غيره هل كان ميدان هين وان كوبل بلاري كاله حديث كوي تدواتنات اي نمرك بلاوينا حديث كوي تدواتنات وعن صفوان بن عصال المرادي رضي الله عنه قال وحول صفوان اتيت النبي النبي جبانو صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد نبي جو مساجك جوجا متكئ اسغو كدن جيكسدي على برد جو او له نبي جو سغناداي او احمر غدودن كياش غدودن نهي با كسو اروري marka ابن قيم جوزي وحول هذا ابن قيم جوزي وحول هذا غياش غدودن إل مارتي جو أن جودنا يمكن نبغو هستا جدود رسمية ما هي دي اللي ما يرير بكو شتة سبسا سوساد المعاد كو كل هذا لكن والي بيان جوياشا ها ها جوياشا جوياشا عس عس كراهي أيا ها كراهيو أيا كسوغان لكن يعني هي تحريم رسمي كمسو أرورين مرك حديث هو لبيان الجواز أنا كراهية كسوة أرورتين مرضى عص لكن إني بنان تهي أي نبي قوست مع الساسنا والجو جمعي مرك وكان له أتيت النبي النبي أتيت النبي النبي كانوا يمي وهو في المسجد يسوع مساج كتشوجا متكي ونسوع كودن جيكسن على برد جو الله أحمر على برد جو الله النبي قوست نتايا أحمر وجدودا فقلت له عن كوري يا رسول الله رسول كلاهيو إني جيت وان كويمي صفان عسل برنايا إني جيت وان كويمي أطلب العلم أنا علم دونايا فقال مركو حكولي مرت فقال وحكولي نبي جيبا وحوري مرحبا سودو أي نرحب وان كسودو ويننا مرحبا سودو وين بطالب العلم إنك علم دونايا إن طالب العلم لفه وحهرها كم مرتو سودو ويسا الملائكة ملائكتي وتذله يدا او خريسا بالش يدا او خريسا بياجني حد او خريسا ثم يركب وف اسفولا ملائكته بعضهم بركود با بعضا ملائكته با بربر دوش اسك فولا حتى يبلقوا الا اي غادان ها السماء الدنيا سمدا الدنيا الا اي سو غادان من محبتهم يغو عرشغا تضبد سبال كو سريه كيميسي سو فولين بي سبا الدنيا سو حتى مرت يبلغوا الى يسوع غران سماء الدنيا من محبتهم محايل محيسو فرفليا جعيلك اي جعليهين لما وحي يطلب ادونكاس ودلبا يدرادي اي ملائكه سو سمينسا رواه احمد بحديث كوري والدوراني باسناد جيد ولفظ له وابن حبان صحيح الاسناد وايهي وروى ابن ماجه نحوه باختصار وياتي لفظه ان شاء الله تعالى باب مرتي بابك اللباد حديثك مارتي اللباد بخوكيني دون أبول حديثك حديثك اللبية تضباطه وصيح سونا وايهي روية وحلقوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنو يلي قال رسولك صلى الله عليه وسلم ضلب العلم علم غير لدلبا فريدة وواجب على كسل مسلم قفك الصومسينا فريدة يفر البكوية رواه ابن ماجه وغيره حديثك ستحية تضباطنات وحسن لغيره ويهي عن أنس رضي الله عنه قال قال وحول أنس رسولك وحول صلى الله عليه وسلم سبع تضبا ها يجري لعبد الدونك وصعدا أجرهن تضبا أيا ترى أمورات والدونك وصعدا أجرهن أبالكود
وهو يسقى في قبره أدونك قبر جيس كجرة تضوع عمله أدونك مركو دنتو أما أدونك مرك اللي بتق قبر جيس وصعدة أي جرة بعد موته مركو جيري وذيك قدر وكو تضوع سوا محي من علم قفك دتك برا علما قفك علم برا قفك قبر جيس أيو وصعدة أجر كاسي أو كرا أما وحو قضي أو دوبادا كسو ساري نهر وبي بلي أما وبي باد قضي دوبادي سيدات كوغا فائدو كان أجر كيسو قبر كوغا سعودا واللابا أو حفرا وحو قضي بئرا عيل باد قضي لغا عبو مركا دي ماتكا قدال كاسنا أجر كي قبر كوغا سعودا أو قرس وحو بيري نخلا تمر أيو بير كان أجر كي وحو كوغا سعودا قبر قادو كجرة أو بنا وحور ديساي مسجدا أرنت شراد مسجد بعد استي لوجوتو كدو قبر جاجر كوكو صعدا أو ورسا وحور دحال سيي مصحفا مصاحف القرآن كي علمي يا قرآن كأي فافي أجر كي قبر كوكو صعدا واشن أو ترك ولدا ميوالح أو ترك ولدا الماء يكتجي كتضباط أو ترك ولدا بوكتجي ولدك أو يستغفر أسود مرداف ويدين أي الله سجى أو أهل الخيرة بعد موتي مركو ننتك كذا المها جبا أي قف صالح أو أهل القرآن وأهل الدين النقضي أو صلاة مرتي تكذب كوسود عين أي أجرك قبرك كوس الله الله أكبر رواه البصير بحديث كوري وأبو النعيم في الحلية يكوري وقال وحوري هذا حديث قريب وحديث قريبة من حديث قتادة تفرد بها أبو النعيم عن العزرمي أيو كمارته عن العزرمي أيو محمد هذا أبو النعيم قال كلا نقضي ورواه البيهقي ثم قال وحولي محمد ابن عبيد الله إنك هذا العزرمي ضعيف ضعيف محمد ابن عبيد الله العزرمي غير لكن أنه قد تقدمه وحهرو مري ما بهرو مري يشهد أقر مارته يشهد محمد هذا مارته مرخاتي النقناية لبعده حديث كمبركي أو سنة كيسة وناجينها وهما كواسنا يعني هذا الحديث حديث كان يو الحديث حديث كي الذي كي ذكره كي وشاقي قبله سقى وي لبدا حديث مارت يعني اسم مرخاتي فرايا لا يخالفاني مارك لا يخالفاني الحديث حديث صحيحة صحيحة فقد قال وحكول فيه قديسة إلا إلا من صدقة جارية حديث كي كجري صحيح مسلمك إما أبو هريرة وصوص عليه إلا من صدقة جارية صدقة جارية مو يعني وهو ما يجمع وهو كاسنا ما يجمع ووحي لغو يجمعي ما جاء به وحي مرتي ما وحي جاء كوي به حديثك ومن الزيادة الزيادة انتهى وايهي حديثك كلا قال الحافظ وحيلي عبد المرت عبد العديم منذري وحيلي وقد رواه وابن خزيمة وريي في صحيحه أي كوريي بنحوه من حديث أبي هريرة ويأتي ويمن دونا إن شاء الله تعالى يعني قريبا في هذا الفصل بك ويمن دونا حديث كأفري تضواتنات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيلي سمعت رسول كوحن كما يقول رسول كوله الدنيا ملعونة ومدل لن عدلي وامد لنا عدلايو نحرست الا لغا فغيي ملعون وحا ملعون نحرست الا لغا فغيي ما وحلاله وخي فيها ادويه كمشغوله وخي ادويه كمشغولنا الهي بان نحرست سي لغا فغيي marka laga reebo illa dhikra allah qofka adunyada u isticmaala ilahi marti xuskiisa iyo wama walahu wixii ilahi xuska ilahi ku dhaweynaya ninka adunyada u isticmaala mooyane adunyay wixii ku mashquulay وملعونين حرست الله ويكفقيهن وعالما نن عالمة وأدنية علمي إنه مارتدتك كبره واستعمال مويانه أو متعلما أرض علمي برانيا وأدنية علمي كبرت مويانه رواه الترمذي بحديث كوري وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي وحوري حديث حسن وي حديث كشان يتضبطنات وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الرسول كوري صلى الله عليه وسلم لا حسد ما جروح ليسكو حاسدا إلا في سنتين لا بموياني أصل كحسدك وحاران لكن وحال لغا هلا يا قف وح أتش أشهاي إنت أتكو أركتو أدنا أتش أليستو إن أدو حاهشو
ايا لو جدا حسدك لا حسد ما جرت له امورود لا حسد ما جرو وح يعني هي لا جعلاده قفك اد كو ارغتو ان اد ادغونا هشو الا في اثنتين لبا مو يعني لبا شيين بالغو لغو غلي قف الى هي وحسيي ان ترى له ان محادثي ويده وحا ما هيهن رجل مدوي رجل واقف اتاه الله الا سيي مال المال ومحاد بدنا وكسمي مالكي فصلده قال له وحو كسلدي مالكي نينكي فصلده ولو سلدي هو نينكي مالكي سبا وحا لو سلدي على هلكته كهلاغو في الحق حقه نين تاجر دركت او خوله زكدي يا خيركي يا مساجدي يا وناقي يا مساكينتي مالكي كبحنايا خوله سمادي سيسي والغو قولي وايهاي كاسي واقضب كلا بعد نواكي ورجل نوي آتاه الله إلهي أوسيي محوسيي وحوسيي الحكمة حكمة أي ألسيي وفهو كاسي يقضي وكو حكمية بها حكمة دا إلهي سيي داتكي بكوك الحكمية ويعلمها وبريا سنة النبي علمي يا حكمة دي بوضتك برايا كاسنا إن ترى إله يا شيخ خبير لقد قال كافي عن ينوى الجو قولي حديث كنا رواه البخاري ومسلم الحسد هل كان يطلق والله سكيد لاقى ويراد به وحلو جدا تمني إن أروح شعلاته تمني سوال النعمة عن المحسودي أصل كحسد كوه على هذا قف شيء وهايسته إن كحاسد ترى إله كفوجيو حوله سكبابي أما حاس كيس كدل أما إلمي كيس كدل وحوها يستوى في عن إنا ترى هذا محمد قرأ إله ككحيه أي حاسد كلا يرى هذا وكو نعمة إله كسولي وهذا حرام تاسنا وحرام ويدلق وحا اللوغة جيدا ويراد به مارت اللوغة جيدا هل كان القبضة قف وح في عن إنت تكوارك تي أترى إله أنما قف فاسو كلي قد اكتدو وحي ويديسته وهو التمني وين التمني داوش على تا مثل ما وحي أقول له وقف كوسقنا ذي وهذا لا بأس به أنت سنو حديثك مسقنا وهو المراد هنا وأنا مراد كلك لو جيده قف يعني وناجة محنك ولا دبل شده هو ناكسن وإلهي وجود وانايا وحي صمينا يين على تا ومرتي والنوع اللي قولي هاي حاسد نبدا إلا يسقينه إلهي كهلا جمر ربتد لكن أذيعنا هنا وحا إلهي فضل جا وقف كاسيات نينو كسيو أين بدي ديسه marka taari waa loo goli laakiin inaad adoon adigu ramin baynaad hesho inaad sida ka xasta tiraa ilaahu ka baabi taas waa taxaranta way waaye xadiiska 86 waan abi musa ash'ari radiyallahu anhu abdullah ibn qais qaal wuxuu yiri qaal rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inna mathala mathalki ya mahmadi ma wuxii bacasan ya allah ilaahay uu ila soo saaray bihi kaaba oo min alhuda وكمثل قيث بو رسول كولي وسيدي روبو كلي أصاب كدعي أرضا دول وحا إلهي خيري وناقسيي وسيدي كدعي وفكانت وحا كمد ها دولكي منها حقيدة فكانت وحا يهيد منها دولكي حقيسة ضائفة دولكي روب كدعي قيبا كمدة ضيبة وناقسا وقبلت الماء بيه قبطي وقابشي وأنبتت صوصارتي الكلا أداقي سو سارتي يو العشبة دوقي سو سارتي الكثير بدنا وكان منها بلكي وحكى لو كمد الروب كد أي أجادب مد أدق أو درئة أو أمسكت الماء بيه بي قبطي بل لبا كتا لي عيلال بيه بي قبطيو فنفع أو كوان فعي الله ألي بها أردو الكاس الناس تاسين فايدة لباد بيارات قيب بيه قبطي دوق قوبي يقيب محن كرادا أدقو بيه محن كرادا أي كبو حسمين أو بلية دي لغا درقي أو فشربوه كعبين منها حقية دا للكا داد كيبا كعبي أو وصقو باري بالغا ورافصدية حوليه أو وزرعو باري بالغا بيرت حولينا والغا برابيه وزرعو بارينا والغا بيره وأصاب قيب تصدحادنا روبكو كود دعينا وأصاب وو أصيبي ضايفة كوح وأخرى كالأردوكي كمدا منها حقير إنما هي تاسنا قيعان وردل مدقانا والله تمسك ماء
biyaha qaban mayso, walaa tunbitu lkalaa daaqana soo saari mayso. Fadalika kaasi mathalu, waxa uu mathal la yahay mathalu man, dadkii ilaahay uu xaqay ugu soo dhiibay mahmahdoodii oo kale weeye. Fadalika mathalu man, duul mathalkoodii oo kale weeye man, mid oo faquha fahmay fii diinillaahi. Qolada koowaad waxaa loogu maamahayaa roobkaa da-ay ee dhulkii ku da-ay ee daaqayo lagu barwaaqoobay faquha fahmay fii diinillaahi, diintii ilaahi tacaala koreeye. Oo wanafacahu, ilaahay uu ku anfacay xasani allahu, ilaahay la soo saaray bihi isagaba, oo facalima, wuu bartay cilmigii oo wacalama dadkii bu bara. Waa dooga, waa roobkii da-ay, dooguu soo saaray barwaaqadii ka dhirigtay. Ninkii caalimka ahaa ee diinta nebi maxamed aqbalay, ee bartay, ee baray, ummaddan ilaahay ku anfacay, waa kaa, waa kow, waa yahay. Wa mathalu man, mid mathalkiisu waxa weeye lam yarfac, aan ku cibaadaysan bidaalika ra'san, mid aan madaxiisa cilmigii ilaahay uu rasuulka ka helay aan madaxiisa kor ugu qaadin oo ku camal falin. Walam yaqbal, aan aqbalin hee huda allaahi, hanuunkii ilaahay aan aqbalin. Alladii hanuunkii ursutu lala soo diray bihina, waa labada nooc ee kale. Nooca maaragtay ee dhulka qiicaanka ah ee lama degaanka ah ee maxaan ku dhahdaa biyihiina dadka aanu qaban daaqna aanu soo saarinna, waa kaan ilaahay diintiisa ku camal falin, waliyaadu billah. Waayey xadiiskana Bukhaari Muslim baa wariyey. Xadiiskan todobaatan isagu waa xasan. Wacan abi hureyra radi allahu canhu qaala, qaala wuxuu yihi rasuulku sal alla slam, ina mima yalxaqu, ina mima wixii waxa ka mid a yalxaqu maaratay wixii waxa ka mid a yalxaqu lmumina oo min camalihi, waxa muminka haleelaya oo min camalihi camalka muminku uu la yimid ka mid a waxaa ka mid a dadka u shaqayn doona waxaa ka mid a bacda mowtihi markuu muminku geeriyoodo, cilman baa ka mid a callamahu uu dadka baray, callama uu barayhu dadka, cilmigii uu dadka baray ayaa ka mid a. Oo wanasharahu uu faafiyey, wa waladan baa ka mid a walad oo saalixan wanaagsan oo ilaahay oo tarakahu gadaashii uu ka tegay. Aw musxafan baa ka mid a musxaf qur'aan oo warathahu dadka uu dhaxal siiyey, cilmigii uu dadka u qoray iyo masaaxiftii. Aw masjidan baa ka mid a waxyaabaha ilaahay maaratay markuu dhinto ilaahay uu u reebaayo masjidan oo banaahu dhisay. Aw beytan baa ka mid a guri oo libni sabiili, ibnu sabiilka dadka masaakiinta ee dariiqyada maraya uu u dhisay, banaahu uu dhisay. Aw nahran wabi baa ka mid a hee ajraahu uu socodsiiyey, keli biyo maaratay qulqulaaya oo dadku ku intifaacaan oo sidii webi oo kale qulqulaayo uu sameeyey ayaa ka mid a. Aw sadaqatan baa ka mid a akhrajaha uu la baxay min maalihi, maalkiisii uu kala baxay. Fii sixatihi isagoo caafimaad qaba ayuu maalkiisii sadaqo kala baxay, iyo waxayaatihi isagoo nool, taasina qabriga markuu tagay ugu haleelaysa hu qofka muuminka min bacdi mowtihi, acmaasha aynu sheegnay oo dhan mowtkiisa ka gadaal ayay haleelayaan. Rawahu ibnu maaja biisnaadin xasan walbayhaqiy, wa rawahu ibnu khuseyma fi saxiixi mithluhu ila annahu qaala wuxuu yidhi aw nahran webiyo karaahu uu qoday, dhoobadii uu kasoo saaray horey inuu soo maray xadiiska. Wa qaala wuxuu yidhi yacnii xafarahu uu qoday. Walam yadkur ma xusin almusxafa, musxafkii ma xusin. Waayo xadiiska sideed iyo toddobaatan waayo wax yar bay nooga haray. Wacan abi hurayra, abu hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa maata ibnu aadam, ina aadan hadduu dhinto, inqadaca uu maaratay go-aya markuu dhinto camalhu, camalkii adduunka uu cibaadaadka samayn jiray oo dhan markuu dhinto uu ka go-aya oo camalkii u socon maayo, ilaa min thalaathi saddex mooyaane, sadaqa maaratay min sadaqati sadaqo oo jaariyatin u sameeyey oo socoto masaajid iyo ceelal iyo waxyaaba uu qoday, waa sadaqa jaariya uu soconaysaa. Aw cilmin, intifaacayna oo cilmigii dadka uu barayna way u soconayaan, waxa lala wixii culimaduna bartay ajirkoodu uu socdaa. Ilaahay maaratay ilaahay baan weydiisanna cilmigayga inaanu khasaarine, iyana maaratay ajirkoodu uu noo soconaya. Qof kasta oo muslima oo daalibul cilmi oo cilmi intuu bartay dadka sii barayna ajirkiisa uu soconaya. Oo waladun saalix, ilmo saalix oo ilaahay siiyey oo yadcuu uu soconaya.
رواه مسلم بحديث كوريي وغيره. ستيتني يا سيال حديث كاه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف مرتي ما يخلف خير ما خير كو خير بدن ما وحي يخلف وكتغو الرجل نينكو وحي وقداشي سكاكتغو مركو جيريودو من بعده مركو لنتو كقدال ثلاثة صدح وي صدح مروض باو وخير بدن وحقفكو كتغو ولد صالح وكو وصدقة صدقوي يؤو تجري سعنيسة صدقة سعنيسة تجري سعنيسة يبلغ وقارا يو هو يسقى أجرها مرت أجر كيد ها صدقة سعنيسة أجر كيد وقلت قيسو كاسنا وو سعنيسة وعلم علم جنو سعنيا يعمل وعلم علم باو سعنيا يعمل لقى عمل فلي به علم جا من بعده علم وسق سببه هاي ضدك أبو بري ومركو جيريودي دتكي سيس وصعدا رواه ابن ماجه في سناد صحيح حديث كستيتناد عن سهل بن معاد ابن أنس سهل ابن معاد ابن أنس عن أبيه معاد ابن أنس رضي الله عنه وحكوري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يدي معاد ابن أنس وحيدي مرتي معاد ابن أنس بايدي من علم نينك برا النبي جبا وحوري أن النبي وحوري من أحد كي علم بره علما دتك قفك علمي بره إلى درتي بره فله كاسوح ليه أجر من أجر كمد بوليه عمل كو عمل فلي به علم جاء وبره دتك أجر كي سودن بالسينة لا ينقص كنص مرت لا ينقص كنقص مرت لا مرت لا ينقص من أجر العامل نكي عم علم جاء ودتك بره كو عمل فلي شيء شيء كنص قام مايو أي لا ينقص شيء شيء كان نسقامي مايو من أجر العامل يعني منك أجر كعامل كهي أجر كيسي بالسينية كي وحبرين والسينية قبر قوتية أنا أرديد وحبري يوم حان كرة مدول بعمل كيسي أجر كيسي وبوحة أي السينية رواه ابن ماجة وسهل نك سهل ليلة هذا يأتي الكلام وكلام كي باي من دونة عليه قوت كسلقها اللي علامة البانو حدو قلتو يعني في آخر الكتاب حيث قال باب ذكر رواة المختلف فيهم المشار إليهم في هذا الكتاب كتاب كان آخر كيس أيوكو من دون أبود وقد رأيت الاستغناء في نقله وحان مارت أركي إن أنك كافتوما إن أنصو نقليه لأن كتب الجرح والتعديل تغني عن ذلك لأن كتب الجرح هي تعديلك أي أنك وركيس إنك غفلا وبخاصة أن كثيرا مارت إن بضنوا مما ذكره في بعض مارت المترجمين فيه نظر حيا لقار بدنه كوا كتبته وترجميه رجع كور رمانا هذا الكود النظر بابا كسبان بودي إسكعتك حديث ككوبي استيتناد عن أبي أمامة الباهلي أبي أمامة الباهلي قال وحيلي وحسن لغير حديث كننا ذكر وحلاه شيء بودي للرسول الله رسول كله وحلاه شيء رجلان لبنان واكو أحدهما متكود عابد متكود عابد بها والآخر ككلنا عالم نبيك أوحى الله شيئا لمن إننا عابدي هاي إننا عالمي هاي وفقال عليه فقال وحيدي مرتي فقال وحيدي رسولكو عليه أفضل صلاة وسلام قوت كيسة نحريس يا أمان يا النبي تقول لي توقوخ فضلك بدن لقوت كيسة هاتين نبيك وحيدي فضل العالمي ننك عالمك فضل قيسو على العابدي قفك عابدك فضلك عالمك وديري هاي نينك عابدك اه ان علمك لهين وكفضلي نبي وحلوا فضلك يقول هذا النبي محمد هاي صلى الله عليه وسلم على أدناكم وصيية اي مسلمك اه ايا انيك فضلك نورد حيا ايا نينك عالم عابدك انا فضلك ودحيا ويه وحل قاري كرماها الهي هنو وفاتشير ثم قال رسول كوحر صلى الله عليه وسلم ان الله الهي يوم ملائكته ملائكته إن الله إن الله إلهي يوم ملائكته ملائكته يوم أهل السماوات السماوات كسوغا نوردن يوم الأرض وحرضة كسوغا نوردن حتى النملة حتى القرآن شكتهاي في جحرها قد كيدا كجرتا وحتى الحوتة إلا كلون كبدا كجرة لا يصلون وحيود عينيان على معلم الناس قفك الددك برايا الخير خيرك وحا أدونك تشوغو أو دن سماوات أرلو بد
بري هذا مخلص يهي إلهي سبحانه وتعالى وحيد دعانيا مرت إلهي بيد دعانيا الله أكبر وفضل إلهي عدي وصيه رواه الترمذي بحديث كوري وقال حديث من حسن صحيح حديث كالبي استيتناد رواه مرتي رواه بسار باوريي من حديث عائشة مختصرا سقو كوانو قال وحيد نبيك معلم الخير دتك خير كبر اياه معلم دتك كخير كبر اياه يستغفر له وحاود مدافع ويديني كل شيء دمانتي حتى الحيتان كلون كيبا خير ويديني في البحر بدك جري حديثك كلا حسن كا صدح يستيت ويان وعن ابي هريره رضي الله عنه موقوف سوى موقوف وجري انه مر ابو هريره وحصومري بسوق المدينه مدينة سوق مدينة أي صومري وفوقف عليها سوق مدينة أبو هريرة استاقي وفقال وحوري يا أهل السوق وردتك سوق مدينة كشقي سنة يو ما أعجزكم محايد كعاجز بدن قال وحي لا عاجز كان قد قي أبو هريرة قال وحوري ذاك كاسبوي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلكي رسول كويي أو يقسم الوقف سنة يو ويدان أجين لحلك الرسول كل قيف سين أركبود وأنتم بدون كنا ها هنا هل كان سوقا بيسك جوكتان وما أجدين ألا تذهبون ورميدان مساجك تجينه فتأخذون ميدان سوق هذا يعني نصيبكم دفتي إني منه الرسول كأكل هيدان لحلك النبي ميدان قيبتي إني سوق هذا يعني قالوا حنا وأين هو لحلك النبي حقا قالوا حنا في المسجد مساجك على وقيف سنايا فخرجوا ضدك ويسويا عن سرع عن يجو دق ووقف ويستاق لهم يجا حتى يرجعوا إلا أي أبو هريرة صلى الله عليه وفقال وحكوا لهم ما لكم ورم حايدين سكنا ضوي قصوا دونتين فقالوا حنا يا أبو هريرة أبو هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا وانو قال فيه مساجدك وفلم نرى كما نرى فيه مساجدك يا نوشك شيئا شيء كما نرى ويقسم الوقي من أيو فقال وحكوا لهم دتك وحكوا أبو هريرة أيادتك وحكويلي وما رأيت ميدان أرقمياء في المسجد مسجدك رسولك أحدا قفنك ميدان أرقمياء بلى وانو أرقني رأينا وحانو أرقني قوم قوم يسلون كتكنايا وقوم قوم كلن وانو أرقني وخسنايا وقوم قوم كلن وانو أرقني يتذاكرون كورما يدينت الحلال حلاشي والحرامي مارتك إمارتك حلالي حرانتي حلاشي برنايا دينتي كبرنايا فقال وحكولي لهم يجي أبو هريرة وحكولي ويحكم هوجين إيه فذاك كا صارتين نك تكنايا ينك قرآن كخسنايا يكو حلاشي حاران تبرنايا فذاك كاث ميراث محمد لحلك النبي محمد ويه صلى الله عليه وسلم إلى النبي محمد إنه على قد حلي إيه حول على قد حلين رواه الدبراني بحديث كوري في الأوصاد بإسناد حسن أي كوري وهي الترقيب في الرحلة في طلب العلم دلبك علم جيسد لينوتش عليه سيء أيها الكل ندور حديثا كشيء إن شاء الله إلا سكاش كنا قارسين أفرشان حديث بقرا نهاري حديث كافر يستيتناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسول كإله صلى الله عليه وسلم قال وحيدي ومن صلك قف كمره طريقا طريق يلتمس وكد الباي فيه طريقا علما سهلا الله وحوج سهلا له كا سهلا وحوج سهلا الله قال له قف كا طريقا مري وحوج سهلا به طريقا ومري طريقا بو سهلا كلا او الى الجنه وجنده غالو قف كاستو طريقه علمي او دقاقه الى هي طريق بو جنده مارتي مارتي كهور ساره وجنده غالو حديث كان امام مسلم باوري وغيره وتقدم بتمامه في الباب قبله اين كسو مر باب كان باب كوري الحديث الثالث حديث كشني استتناد وعن زر ابن حبيش سير ابن حبيش مارتي وتابعي بو هي ايا قال وحري اتيت وحنوني صفن عصر سبحان أصل وصحابي رسولك وتجيدي إبر علمك النبي يقول مرحبا سودا وو وانكو برا يا علمك مركز سوري من حبيش باويمي سبحان أصل المرادي رضي الله عنه قال وحوري ما جاء بك ورمحايكا كان الزيرو واكو النبي يقول سبحان أصل كويدي ورمحايكا كان سبحان شي النبي يقول سبحان ويدي بس سبحان ما أنت أرضي تابعي هاي الزير من حبيش ويدي قال وحيدي قلت وحن كل وحيك هكاني أنبض أي أضلب وحن ضلبيا العلم ند علمي برتو قال وحيدي حدات سداتري
فإني سمعت رسولك وحن كم غلي صلى الله عليه وسلم يقول رسول كوله ما من مجره خارج مدبح مجره أو خرج بحي من بيته جرجي سكب حي في طلب العلم سقوا علم دلبنا يا قف جرجي سكب حي مجره سقوا علم دونا ينو دلبه إلا وضعت ويودكتا له كا الملائكة ملائكة وحي ودكتا أجنحتها قربه هذا أي يسود جسا رضا يضر لك بما يصنع قفك علم دلبه يا وحو سمين أي درادد بي ملائكة مارتي بالشيسا إلا سمو دنيا وإنك سوارقني إني سوق عرسيسا بالشيسا رواه الترمذي بحديث كوريي وصاحه وابن ماجه بصصري ولفت له وابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح الاسناد قوله حراء هو أن دلبيا علمك من دلبيا واستخرجه وأن كان صباحيا حديثك لحي استيتناد عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قوحيلي من قدى قفك كوك لها إلى المسجد قفك مساجك صبحي كوك لها لا يريد أن دونهين إلا أن يتعلم إنه برطو مو يعني أو يعلم أما دتك خير كابرو مو يعني نبا مساجك كوك لها يو حدوني إنه خير كصبرتو أو يعلمه أما تذكي بخير بريا كان له كاو حوصق نادي كأجر حاج وسيدين من حجة يوكالي أو حج كما كأدي حج كاسو تامن رميسترانو مارتي حجته حج كيسي ورميستر ميبو كدقي نينك الصبح كسم ساجك وكالله وحكا صوب برانيا خير كدتك كبريا وحكا دقي نين الصبح والبا حج تامة هلاية حاجا أو تامن حجته حج كيسو تامي أي لا جريء رواه الدبراني في الكبير بإسناد لا بأس به أي كوري وياي لو هذا حديث وجود بيا وكون أي آخرين عاوة حديث ككلاء وصحيح روي وحل قولي عن أبو هريرة قال إن يدا أبو هريرة سمعت وحن كم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول له من جاء نك يمادة مسجد مساجد كي هذا كنا رسول كبا وحوري نك مساجد كي يمادة هذا كان لم يأتيه وأنو إمن لم يأتيه أنو إمن إلا لخير خير مو يعني خير كأو يتعلمه وبرنايو نيك مساج كي يما دبر رسول كي أو يما دا أن وحك لو إمن إلا لخير خير أو يتعلمه وبرنايو مو يعني أنو إمن أو يعلمه أما خير ضدك برنايو مو يعني وحك لو إمن فهو كاسي بمنزلة المجاهدين فهو كاسي علمك كبرنا يا أيه وإيمان يا إنه علمك كبر تضد كنا برو فهو كاسي بمنزلة المجاهدين في سبيل الله كاسي منزلة ده كو إلهي الدين تيسو الجهاد يا النفط وده ليه جود إلهي درتوا بحنا يا منزلة ده ذو كله أيو قارئ أيه ومن جاء نك إيمان ده لغير ذلك مساجد كي وحان خير كاهين إنه كبر تام تضد كوبرو كي وإيمان ده فهو كاسي بمنزلة وحكد جاي منزلة دي يا كله بمنزلة الرجل رجل منزل كيو كلي يتاقيه يندر في رناية إلى متاع غيره على بان الله هاي نين اسكد دعوانا يا او احبك سوق قل هاي او كلو كده جي مساج كيبو يمي علم برن ما يتذكر علم برن ما يتذكر وحو كده جي على بان الله هاي قوري هالكاسو نين اسكيل ينين دعوانا يا ميو أجر كيلي يا مايا ميو خير كيلي يا مايا شرمو يحبك كيلي مايا حديث كاوحا وريي رواه ابن ماجه والبيهقي وليس في اسناده اسناد كيسا كمسقنا من ترك عيد لغتغي ولا أجمع السند كيسا كمسقنا قار لغو يجمع عيد لغو يجمع أي على ضعفين ضعيفتهي حديثك وقدم بيع عاوين آخرين دورنا وحسن لغيره ويانو حديثك استيدي استيتناد عن أنس وحال قولي قال إنو يدي قال رسول كوحر صلى الله عليه وسلم من خرج قفك بحا في دلب العلم من خرج قفك وبحا في دلب العلم علمك يسوى دلبايا فهو كاسي في سبيل الله جدك إلهي بكسوان يهي حتى يرجع إلا أصول الله بتو رواه الترمذي حديثك الترمذي با صوص عري ترمذي أيا صوص عري وقال وحييني حديث حسن وحديث حسن الكا عاوه نوجوه والله أعلم وأحكم وصلى اللهم على محمد على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي هيدن بركي حلقة سجدا إيا خير كي يوناق آخر سنة إسان إلهي سبحانه وتعالى حقه نقصه إلهي هيدن بركي خير.